أهلا من جديد. موضوع القدرة على تحمل الألم هو واحد من الملفات الأكثر إثارة للخلافات بين الرجال والستات. ففي وقت الرجال بيدعوا أنهم هم الأكثر قدرة على تحمل الألم، كلنا نعرف أن الستات تتحمل أكثر صراحة، ألم، مسؤولية، حمل، كل شيء. هذا الموضوع سبب خلاف لدرجة أن عملت فيه دراسات وأبحاث لسنوات، وفي دراسة جديدة الآن بتحاول تجمع نتائج دراسات كثيرة على مر السنوات للإجابة على السؤال الأزلي: من يتحمل الألم أكثر، الرجل أم المرأة؟ وعشان أكون صريحة معاكم، وبغض النظر طبعا عن رأيي الشخصي اللي مؤمنة فيه 100% يعني، لكن خليني أقول لكم إنه دراسات السنوات السابقة نتائجها متنوعة. ففي منا بيقول إنه الرجل أكثر تحملا، وفي منا بيقول المرأة، وفي دراسات بتقول الموضوع ما له علاقة بجنس الشخص وإنما هي قدرات شخصية. وفي ناس تقول يا جماعة فرقوا بين البين سنسيتيفيتي يعني الحساسية للألم وبين البين ثريشولد اللي هو عتبة الألم أو متى يبدأ الواحد يتألم. احنا معانا من الرياض دكتورة مي الدرع، استشارية تأهيل الآلام وعضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود. اهلا فيك معانا دكتورة مي. هل عندك جواب على السؤال الأزلي ده، مين الأكثر تحمل للألم، المرأة ام الرجل؟ السلام عليكم ورحمة الله. شكرا أستاذة سارة على استضافتي اليوم معاكم، نورتنا. هو صراحة سؤال شائك يعني وجدلي. وعلى مر السنوات احنا دائما نسمع انه مين يتحمل الألم اكثر، المرأة او الرجل، ولا في إجابة قاطعة بهذا الخصوص. اوكي. علميا هذا هو الألم هو احساس كل البشر يعني كلهم يحسوا فيه الألم، ما في اختلاف بين البشر بإحساسهم بالألم، ولكن الاختلاف هنا هي ردات الفعل بين المرأة والرجل. أوكي. وردات الفعل تجاه الألم هي بما نقصد فيها تضخيم الألم، التفكير المفرط، الأمور هذه هي اللي تكون فيها اختلاف بين المرأة والرجل. وهذه عادة الرجل هو يكون عنده المشكلة هذه، يكون عنده التضخيم. بعض الأحيان أرى أنه هو يوجد تضخيم بشدة الألم عند الرجال، بينما هي لو نقيسها عند النساء حتكون تقريبا متساوي. لا، عيدي لي هذه النقطة تاني بالله. التضخيم، حدة التضخيم لدى أو ردات الفعل للألم يوجد فيها اختلاف بين الرجل والمرأة. وردات الفعل هذه ممكن تكون هي بالتعبير عنها بتضخيم الألم، أو تكون كذلك اللي هي التفكير المفرط بالألم أو طبيعة الألم. بعض هناك ما لا يوجد دراسة قاطعة، والسبب إن هي تباين بين الدراسات لأنه قياس حدة الألم very subjective بين البشر. إحنا ما نقدر نقيس حدة الألم بتجارب، لازم نقيسها بقياسات معتمدة. في هناك دراسات كثيرة تدور حول أن تضخيم الألم عند الرجال قد يكون أكثر من عند النساء، ولكن كذلك أرجع وأقولها ليست دراسات قاطعة، ولكن هناك ميل أكثر إلى أن هي تكون لدى الرجال أكثر. طيب، عادة الناس بتستشهد في هذا الموضوع، خصوصا اللي بيقولوا أنه لا، المرأة هي اللي بتتحمل أكثر، بموضوع الولادة. يعني يقول لك أنه الرجل ولا يمكن يتحمل ألم الولادة. ناس تانيين يقول لك أنه مثلا لو زكمة عادية يعني أو ارتفاع حرارة، هتلاقي المرأة رغم إصابتها بالزكمة أو بارتفاع الحرارة بتقوم بتسوي شغل، مثلا لو عندها أولاد جالسة تشيل فيهم، هتكون بتمارس حياتها أو نوع من نشاطاتها، في حين الرجل حيكون متسطح على السرير وجالس انه يعني ساعدوني الحياة حتنتهي. هذه الأشياء الناس بنت عليها آراء لسنوات. صحيح. احنا لا ننسى شيء مهم أستاذة سارة، انه اغلب الأمراض المزمنة او أمراض الألم المزمن هي منتشرة اكثر بين النساء، بينما النساء تمارس حياتها بشكل يومي، يعني حياتها لا تتوقف بسبب الألم المزمن. أوكي. ومع أنه هو منتشر أكثر بين الرجال. هناك عوامل عديدة هي التي تشكل الألم، هو تجربة حسية وتجربة عاطفية. عوامل كثيرة هي اللي تبين اللي هي ردات الفعل تجاه الألم. عوامل هناك اجتماعية، عوامل يعني أسرية، هناك عوامل بيئة العمل، النشاط البدني للشخص كذلك،
وجود الهرمونات لدى المرأة اختلافها عن الرجل، كلها هذه أمور تلعب بتجربة الألم بين المرأة والرجل، لذلك نرى هناك اختلافات. أي وحتى بين الناس، يعني نقدر نقول بين الجنس الواحد طبعا في اختلافات بين تحمل الألم وما إلى ذلك، والمسألة طبيعية ما هي مسألة دلع يعني. أبداً أبداً، تجربة الإحساس بالألم زي ما قلت لك هي تجربة عاطفية، تجربة نفسية، تجربة من جميع النواحي. إحنا كمختصين في الألم دائماً ننظر إلى الأشخاص وليس إلى المشكلة، نحاول نحل المشكلة من منظور الشخص وليس من منظور المرض نفسه. أيوة. طيب دكتورة مي، بيقولوا أنه الرجال لما يروحوا عند أطباء ولما تكون الطبيبة مرأة مثلا لو سألتهم عن درجة الألم يحاولوا يخففوا من درجة الألم، أنه يعني أنه هم مرة أقوية كده بتقول الدراسة يعني. إلى حد ما، ليس الجميع كذلك، في اختلافات بين بين البشر. إلى حد ما صحيح الدراسة هذه، صحيح في بعض الرجال لا يعني لا يفضلون أنهم يبدون يعني ردات فعلهم تجاه الألم بوصفها، بوصف زي ما توصفها المرأة. لذلك احنا نرى ان هم فعلا يكون عندهم تحفظ اذا كانت يعني الطبيبة هي مرأة. ولكن بعد اول جلسة او ثاني جلسة من التثقيف بخصوص الألم تختفي، تكاد يعني لا يكون هناك مشكلة. طيب على العموم نحن بنشكرك على هذه التوضيحات، ويعني اتضح أن الموضوع لا زال يعني مجال للبحث وفيه اختلافات كثيرة فيه، رغم اقتناعي شخصيا أنه إحنا تحملنا للألم أكثر وأعلى، كفاية بنتحمل الرجال كلهم. يظل الموضوع جدلي، يظل الموضوع فيه جدل بالضبط. نحن بنشكرك على وجودك معنا. كانت معنا من الرياض دكتورة مي الدرع، استشارية تأهيل الألام وعضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود، شكرا لك.